اللي خلى التراكس ما تكونش في الاعمال السينمائيه هو الحسد وهو البغض وهو السم اللي في بعض الناس. السلام عليكم، ونتمنى تكونوا باحسن صحه وعافيه. المهم خوتي خواتاتي، جديد الفيلم هو التحاق الشيخه التراكس بطاقم الفيلم. الشيخه التراكس لاول مره في حياتها غتدخل لعالم التمثيل، واللي غادي تشارك الفنانه دنيا بطمه في هذا العمل. تقاسمت الشيخه التراكس صورها مع الجمهور في صفحه الانستغرام، وعلقت عليها قائله: اول تجربه لي في فيلم البوز مع المع النجوم المغاربه، كانت تجربه زوينه، كنشكر الطاقم كامل وكنشكر المخرجه الرائعه والمبدعه دمنة بنعيلات. الصراحه غادي يكون الفيلم زوين بزاف من بطوله الفنانه الزوينه دنيا باطمه. شرف لي انني كنت معهم في هذا الفيلم الرائع مع الاستاذ الكبير عبد الله فركوس. شكرا للفنانين كاملين اللي كاينين في الفيلم. هذه التغريده اللي حطت الشيخه التراكس في صفحه الانستغرام ديالها. فيلم البوز اللي خلق ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي، واللي لقى كميه كبيره من التعليقات الايجابيه والسلبيه، اللي كينتظر الفيلم بفارغ الصبر، واللي كيخلي تعليقاته وكيقول اخر همي انني نتفرج في هذا الفيلم. ولكن بيني وبينكم اكيد ان كل شيء غادي يتفرج في هذا الفيلم. خوتي وخواتاتي، شكرا على المشاهده، ما تنسونيش من اللايكات، واكيد ما تنسونيش بالتعاليق بخصوص الموضوع. خليت لكم الراحه وخلوا لي التعليق، واش فعلا الشيخه تراكس غادي تأدي الدور ديالها وغتبرهن على انها فنانه وقادره تمثل، وتكون هذه هي البداية ديالها في مجال التمثيل، أو العكس غادي تكون بداية ونهاية لمحطة التمثيل. وهنا خوتي وخواتاتي غادي نخليكم مع واحد الحوار الصحفي اللي دار بين الشيخة تراكس أحد المذيعين. شوفوا خوتي وخواتاتي أش كتقول. شنو هو السبب اللي هو السر ديال هذه الفوضى اللي شفنا الناس جو زعما ما شي حاجة غير السبب؟ السبب شوف، فاش كتخرج شي حاجه من القلب اوتوماتيكمون كتوصل لقلوب الناس، هذه كلنا كنعرفوها. والسبب الثاني هو رضا الوالدين في الخرجه وفي الدخله، كنسمع الله يسهل عليك والله يسر لك المصاعب. ولكن فاطمه غير باش تدوز يدك على راس شي واحد، هذيك في حد ذاتها صدقه، فما بالك الا خليتيه ينشط وخليتيه يغني وخليتيه فرحان وما خليتيه ما درتي معاه، راه مزيان. سؤال اخير. هي مرحبا. بماذا ولا كيف تستقبل فاطمة زهراء التراكس الإشاعة؟ قال لك القافلة تسير والكلاب تنبح. خلي اللي بغى يقول شي حاجة يقول. أنا ما مسالياش، أنا خدامة، أنا اليوم هاني في باريس، غدا راجعة لمراكش، غنمشي نهز حوايجي من مراكش غادي لأكادير، عندي تصوير ديال واحد الفيلم، خصني نرجع من أكادير، خصني نرجع لمراكش نهار اثنين، عندي غرض مهم خصني نقضيه، ثلاث عندي عرس في الرباط، الأربعة خصني نرجع لمراكش، الخميس خدامة في كازا. مسالياش، خلي اللي بغى يقول شي حاجة يقولها، اللي ما قدو فمو يدير شو تقبل شي بلاصة. ودائما للتذكير، قناتنا هي خاصة لبيع مجوهرات الفرنسية. هاد المجوهرات اللي كتعومي بها وكتشقي بها وكتمشي بها البحر وما كتبيض وما كتكحلش، ضمان وكارونتي وبالطبع يا لالا. وحتى الا بغيتي تخدمي معنا ما عليك الا تواصلي معنا في الارقام اللي كتشاهدي 0635 57 43 89. اتصلوا بينا واتساب او خليو لينا ميساج، وملي كندخلو كنشوفو الرسائل ديالكم راه كنجاوبوكم مباشره، وكنشرحو لكم طريقه الارسال، وكنروحو لكم السلعه اللي عندنا. بالنسبه للتوصيل راه كنديروه لا ليفريزون بارتو ا دوميسيل، واللي بغى يجي عندنا مرحبا بكم في بوتيك فلا ذهب فرنسا اللي كيتواجد بالبرنوسي سوق الظلمه زنقه الاتواب. في امان الله.